أمسرع إبرام أبطى الصغير كما شفت اخوتي الفيديو في البداية فيضان امطار غزيرة عاصفة رعدية قوية هجمت على إفران أطلس صغير. هذه المنطقة رائعة جدا. إفران أطلس صغير كيكون طوب زوين بالطبيعة ديالو بالجمال ديالو بالساكنة ديالو رائع جدا وخصوصا النخل. النخل العاصمة ديال النخل في إفران كاين النخل بزاف واش غادي نقول لكم امطار غزيره وفيضان. انا رايي ما سبب لهم الخسائر لا حتى حاجه والساكنه ديال تما اذكياء تبارك الله هما عارفين باينوا الفيضان والشتاء والعاصفه الرعديه ما غاديش تشد منهم حتى حاجه حيت الناس واعيين عارفين الشتاء شنو كتسبب دائما كيردوا بالهم. انا رايي دازت العاصفه الرعديه خاص في افران اطلس الصغير وما سبب لهم حتى شي مشكل او ديال شفناهم امطار غزيره شفناهم في افران. المهم ومالك الحمد هادشي اللي كاين اخوتي في هذا الفيديو. اشتركوا في القناه ديالي فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي باذن الله. صراحه رمضان ماشي سهل دير فيديو ماشي سهل تهضر على شي حاجه كتكون على حسب التركيز كتكون صعيبه شويه في رمضان ولكن عادي جدا كنحاول باش نبارطاج معكم دائما الجديد ودائما معكم واخا يكون رمضان واخا يكون العيد دائما كنكونوا في المواعيد ودائما كنبارطاجي معكم الجديد باذن الله. رمضان مبارك سعيد لجميع المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب وتحياتي لكم اخوتي. شكرا على المشاهده شكرا على الدعم ديالكم. انتظروا فيديو جديد على الفيضان ولا اوديه جداد باذن الله. طلعوا.